السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم الحلوه ديال السبوله اللي كتجي معسله وسهله واقتصاديه، ما فيهاش المقادير بزاف. كنتمنى انكم تجربوها. نبداو ان شاء الله على بركه الله. بالنسبه للمقادير ديال هاد السبوله ديالنا، هنا درت كيلو ديال الدقيق يكون شي نوعيه مزيانه، عندي 3 المعالق كبار ديال الخل، عندي نص كاس ديال الزبده ذوبتها، عندي كاس ديال الزنجلال طحنته مع معلقه ديال النعفع، عندي معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، عندي بيضه كامله، عندي هنا شويه الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه معلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال الخرقوم، وهنا عندي كاس ديال اللوز طحنته، غبره ديال اللوز. هذا اختياري اللي بغى يديرو ممكن يديرو، ممكن انكم ما ديروش. وعندي 1/4 كاس ديال ماء زهر. اول حاجه غنخلطوا جميع النواشف، غنديروا الزنجلال اللي قلت لكم زدت فيه معلقه ديال النافع، غنخلطوا جميع النواشف. هذا المعلقه اللي فيها معلقه صغيره ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الخميره وشويه ديال الخرقوم، غنخلطوا مزيان هاد النواشف. من بعد ما خلطنا جميع النواشف زدنا هنا البيض، الخميره ديال الخبز اللي ذوبناها بشويه ديال الماء، نص كاس ديال الزبده اللي ذوبنا، 1/4 كاس ديال الماء الزهر، وربعات المعالق كبار ديال الخل. صافي، غنجمعوا العجين ديالنا. صافي، من بعد ما جمعنا العجين غنخليوها واحد 2 دقائق ولا 3 ترتاح شويه بما وجدنا البلون طرافاي ديالنا. صافي، من بعد ما قطعنا العجين كنقطعوها كنسرحوها بحال هكا باش تجينا السبوله ديالنا تجي مجعبه. شفتو هنا كلهم درت ليهم نفس العمليه باش تجينا السبوله من الداخل مجعبه لينا. العجين ديالنا كامله ونغطيوها ببلاستيكه بحال شباكيه، دوزتها في الماكينه ديال لي بات اللي كنديروا فيها نيت الشباكيه، كندوزوها في الواحد ومن بعد كنديرها في الخمسه باش تجينا بحال هكا رقيقه. نحيدوا هاد الجوانب، بالنسبه لطريقه التقطع كنديروا هكا، كيف شفتوا كناخذوا 4 وحده فوق وحده فوق وحده فوق وحده، يكونوا 4، كنحلوهم من الوسط كنديروا لهم بحال هكا باش نحصلوا على سنبوله بحال هكا. نعاودوا نفس العمليه، كناخذوا 4 كنحلوها من الوسط بحال هكا، نعاود معكم واحده اخرى ناخذوا 4 باش يجيونا 4، كنحلوهم من الوسط كنديروا لهم بحال هكا، نعاود معكم واحده اخرى هاهما كيكونوا 4 كنحلوهم من الوسط. صافي، غادي نحصلوا على سنبوله بحال هكا. بقاو غاديين بحال هكا حتى نساليو العجين ديالنا كامل. انا ديجا قربت نسالي، كيف شفتوا
كملنا السبوله ديالنا كامله. بالنسبه للعسل راه غتلقاوه بارمي لي فيديو، راه غتلقاوه كي شفتوا العسل عاقد غندفيو غير شويه صافي. العسل خاصو يكون بحال هكا عاقد، حيت الا كان العسل جاري من بعد الحلوه كتنشف لينا، خاصو العسل يكون بحال هكا عاقد. كيف قلت لكم غندفيوه غير شويه دابا، والطريقه القليان راه باينه، كنقليهم في الزيت باش ما يجيش الفيديو طويل، راه باينه غنقليهم في الزيت وغندفيوهم في العسل. هذا هو الشكل النهائي ديال السبوله اللي درنا اليوم، كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. انا زينتها من جناب بشويه ديال الجنجلال. صحه وراحه.